بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. سلام جميع الجزائر والجزائريات اللي عايشين في الجزائر وفي الخارج الجزائر في الاونز واللي جاري ستاري نيغاش ديز مور تاكو دو غرفا. بونجور سالي تو لي الجزائريا يا الجزائريين كي فيون الجزائريا طونجي لا شرقيه لا غربيه ثقافه الجزائريه زول ولا نزول زول ولا نزول. يا خوتي كاين واحد لا تيوري شفت واحد الانسان هضر عليها يعني في الاخر وشفت باللي الوضع في الجزائر الوضع حقيقة وضع سياسي تبعوا لا تيوري تاع سيادهم هادو لان هما سيادهم ما يقوليش واحد امي ضد فرنسا ما كاش من هادي يا ايزون جامي ايتي كونتر لا فرنسا. وهذه المقوله نوفمبر ديال الباديسيه كاسا في ديريسا نوفمبر شكون دارو شكون دارو نوفمبر اشكو هادو اشي هادو يعني نوليو لا يقولنا يا خوتي ما نعيشوش في الباسي il faut pas vivre le passé حنا نشوفوا القدام سي بور سا مازالنا رانا كيما يقولوا في الجيش نطراوحوا في بلاصتنا مازالنا رانا باتينيو il faut voir l'avenir كي لافنير لا جونيس الجزائريان هادوما ولا لا جونيس اي تقول الباديسيه والنوفمبر ما سمعوش بها كاع هم ما يعرفوهمش كاع قراو عليهم لان قلنا التاريخ تاعنا ما كاش منها لا بلي بار كاين زعماء محاوهم كومبليتوم لان التاريخ مزيف هذه حقيقه ما نهربوش منها. وهذه تاع نوفمبر شكون كتبوا يا اخي كري واسمو عبد رمضان الله يرحمه وكتبوا اون فرونسي ليس بالعربي كتبوا اون فرونسي وكي نديروا الترجمه ماشي كيف اوريجينال اي لا ترادكسيون في اي حاجه تحبوا. هذه اولا. ثانيا باديسيه يعني نوليو لا 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 جمعيه العلماء المسلمين هذه هكذا زعما يعني نوليو حنا قلنا الشعارات هادو الرنانه هادو اللي كانوا ومازالهم امي بلعطونا باسم الثوره باسم الشهداء باسم العالم باسم هما ميسرقوا يعني الرنانه هادو لا لازم قلنا الشعب الجزائري يدير دستور او دار دستور هو الشعب بالشعارات تاعو كيقول لك حنا ما نتبعو اولا ما نتبعش الشعارات هذه الباديسيه النوفمبريه واحد يوم بعد يجيك يقول لك المصاليه واحد يقول لا الشباب والدستور كتبوا الشعب الجزائري كتبوا في 22 فيفري من نهار خرج الشعب ولي بونكارت هذوك يعني تشوفوا كل واحد واش يكتب كيقول لك الجزائر حره ديمقراطيه هذا من ماده من الدستور يقول كي الشعب يطلب الفساد الاخر هذه تاع الفساد عندنا في هادو لا 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 هذيك تاع مجلس المحاسبه مما كاش لان الرجال وعلى بالنا باللي اي جوستيس اللي تمشي بالتليفون ما تدير والو اي جوستيس في العالم ما تدير والو. اذا اولا القضاء لازم يكون مستقل كومبليتوم ويتعاودوا كاع هادو كاع الاخ يوسف ملوك او كشف لكم باللي كاين قضاة حركه ولادهم حركه الى اخره ومن بلاصي ولادهم يعني مازال ما خرجناش من الاخر. ولا تيوري كاين واحد الاخ كيما قلت لكم هضر عليها في الفيسبوك واليوم نقول باللي عنده الحق هذا راي شخصي كيما يقولوا عنده الحق. علاش؟ باسكو حنا كي يهضر واحد نطلعوا نروحوا ونفي دي روشيش في الانترنت نحوسوا كيما يقولوا لان دوك في العالم راهي دشره دوك ماشي كيما بكري كاع تعرفوا الانسان يكتب نيمبورت كوا في جوجل يخرج له نيمبورت كوا باش تشوفوا يا خوتي قال لك تيوريم دو باسكوا تيوريم دو باسكوا هذا الباسكوا هذا تعرفوه صاحب خالد نزار صاحب تواتي صاحب هذا اللي كان اكس مينيس و اكس تاع لا دي اس تي تاع فرنسا مينيست لانتيريور تاعهم خرج تيوري واش قال لك سمعوا مليح يا خوتي ومطبقوا فيها هادو يطبقوا فيها بالحرف الواحد قال لك كوني اوني امردي بار اون افير
Il faut susciter une affaire dans l'affaire et, si nécessaire, une autre affaire dans de l'affaire, jusqu'à ce que personne ne comprenne plus rien. فهمتوني يا خوتي؟ عم يطبقوا فيها. يخرجونا لي زافير هذوما المحاسبان من المحاسب والشعب ما شاف حتى حاجه ما شافش ويحيى في الحبس. واحد ما شاف اشكو شفتوه انتوما يا خوتي؟ واحد ما شافو. التضليل الاعلامي يقول لك زعما الكاميرا يروحوا زعما هذيك تاع الاخر واسمو وين يداهم تاع لا جوندار الفورغون ما كان والو ما شفناهمش. يعني التضليل الاعلامي 100 في ساعه. يعني لافير دون لافير. ومن بعد يخرجونا الخليفه، خليفه قلنا ونزيد نعاودوها سيت ان بلونشيسمون دارجون في هذاك الوقت تاع لي جينيور في هذاك الوقت، ومن بينهم خالد الجزار اللي هو عايش في اسبانيا، ولهذا الصادد واحد الخائن خان الشعب، ايش بريسيس؟ خان الشعب. هذاك واسمو يا ربي هذاك شوشان، باسكو هذوك جماعه راحوا للانجليز باش يسبيوني والاخ سي تان اسبيوناج دو تاع الاخ العربي زيتوت، لان في هذيك الوقت اللي معروف في الجزائر ويطاكي كلش هو الاخ العربي زيتوت، يعني خرج القضيه الجزائريه للعالم للراي العام كومبلي. ومن بعد باش يخرجونا هادو شوشان والاخر، ودوك هذا شوشان كان يهضر على خالد النصار يقول لك او في اوروبا روح طاكيه في اسبانيا يتبعوا روح يا اخي راك تقول الجزائر والاخر كيما ديرنيير مو قال لك الجزائر تعيط لي وتسحقني. ها يا سيدي روح بين لي الشعب اش روح طاكي خالد النزار خالد الجزار في اسبانيا، ولا راك راجل؟ هذا نداء، ولا راك راجل؟ بين لي الشعب. اليس الخاوه الخاوه وين كنت نتايا؟ الخاوه امثال بقزوله هذاك لي الاخر، وكاين خاوه زوج خاوه في سويسرا هما لي طاكا وخالد نزار ليس شوشان. سي شوشان اللي كان يسبيوني اش بريسيز. ودوك قال لك الجزائر يوم تسحقك يسحقك خو القايد صالح اللي درتو معاه واحد حبيتو ديرو حزب سياسي انت وهذاك احمد سقلاب العنصري وهذاك ختال ونعيم صالحي، هادو هما جماعتكم انتوما، هادو هما. اذا ما تحسبوش الشعب طنوها تقول انت كنت تهضر في التلفزيونات العالم زعما الحره غير هادوك تاع الاخر، ما كانش يهضر يعني في البي بي سي ولا ليس كيما الاخ العربي زيتوت كان يهضر بارتو بارتو اش بريسيس، كان يهضر اون فرونسي اون لونجلي بالعربيه بارتو. لحق القضيه الجزائريه لحق، لان هم الناس اللي يحبوا الشعب. ليس هذا الخائن يقول لك نزار جالي ما جالي. هاوليك يا سيدي هاو في اسبانيا روح تاكي الشرع روح. ودوك خرجونا واحد العفسه كانت قال لك نزار لا غير فيان دو كومونسي زعما على قايت يا هما كاع لعبه سياسيه لو كان صح صح. هادوما اين هما املاك الشعب؟ ردوا الاملاك. هما مازال هما بسكاني في حيدرا وخالد نزار وليده توفيق نزار اللي سرق خالو كما قال الاخ هشام عبود. اسي با دي هادوما ماشي ديفياسيون تاع الثوره، هادو على خرج الشعب الجزائري خرج على جال هاد الشيء، لان هاد الاشخاص اللي داروا الازمه الاقتصاديه في الجزائر بالاختلاسات تاعهم هادو يسكتوا ويتحاسبوا كما قلنا يتحاسبوا كيموتوا كيموتوا. ان شاء الله تكون الثوره الحقيقيه في الجزائر واي بدات دوك بدات الحالات تبان وتصفى الى اخره. هادو كاع كيما العربي بالخير il sera déterré مي تفنش ارمي للبحر وفاميلتو يسون اكسترادي دو لالجيري. فاميلتو اش بريسيزا كاع اكسترادي دو لالجيري يروحوا حبوا فرنسا روحوا لفرنسا. خالد نزار كيف كيف فاميلتو كومبلي، لان خالد نزار ما يقدرش يروح لسويسرا. علاش؟ الناس هي تستنى فيه كيما الاخ بالحسين لافوكا هذاك او روح ولا راجل يروح لسويسرا ولا راجل ديجا عنده قضايا تما ما كاش يروحوا للبلاد وين شراو كيما قلت لكم حداد عنده دو زوتيل شراهم في برشلونه. اذا
الحراق الجزائريين ادخلوا اللوتال، ادخلوا تاع الجزائر هذا ماشي تاعو، علاه باش تشوفوا كيفهم يخموا هاد الاشخاص، مازالهم في العقليه القديمه، العقليه القديمه، وحسبوا الشعب طنح يا وخلاص مرقنا يا ومرقنا ومازال نهضروا. اذن المخابرات الجزائريه ها واش راكم ديروا دوخ؟ ردوا الدراهم للشعب، ردوا الدراهم للشعب وجبدوا روحتكم من السياسه، جبدوا روحتكم من السياسه. يونا مار دو سو بوفوار ايش بريسيز يونا مار يا دي سوليوشن. ما نسحقوش الناس يجيبوهم. كريم يونس كان معاكم، كان ياكل معاكم كاع الناس هادوك الا واحد، ايش بريسيز واحد هو الاخ لالماس، خطيه حقيقة، خطيه. الاخرين كاع رمي الحوت. اذن هاد الخوانة اللي خانوا الشعب، البروشان مارش الشعب يطالب كمواطن جزائري، نطالب بتنحية الجنسية الجزائرية للأشخاص اليوم في الحبس، اليوم روشيرشي واللي سرقوا الأمة. تنحية الجنسية الجزائرية، ما همش جزائريين، بوان فينال، بوان على بار كيما يقولوا. والحلول قلنا لكم يا 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 ديزنتيلوسيا في الجزائر، او الاخ العربي زواميه مدير لكم واحد الحل. كاين بزاف، كاين واحد الشباب في فرنسا مد واحد الحل ومن بعد. وهذا هاد الحلول كيما العروش تاعنا اي في اي في اي جهه في الجزائر، يعني نقولوا بلاد قبائل ولا الشاويه ولا في الصحراء ولا دنايل عندهم العروش هذوما. لا، كل بلديه يرشحوا شخصين، ما نقولوش واحد، يرشحوا ثلاث اشخاص، وفي هذوك ثلاث اشخاص يروحوا للبلديات، البلديه ترشح، يرشحوا الشعب، الشعب بريزيس يرشح. ومن بعد يكونوا سته يروحوا للولايه، ومن بعد في الولايه السته هذوك تاع الولايه ما يكونوا 12 في الولايه، ومن بعد يخرجوا سته، سته هذوك سي او كي فون بريزونتي لا ولايه هذيك. هذا ما كان، علاش سته ماشي هاي سويسرا عندهم سي بريزيدون كل عام يتبدل، انا ما نديروش هكذا. هادو الامثال اللي نديهم تاع الديمقراطيه، ماناش نقول كاين امثال، امثال تاع فنلندا كاين بزاف، لكن هاد الاشخاص ما حبوش، حبوا الاشخاص اللي حبوهم هما. ودوك يلقاو سبه باسكو هذا خالد نزار الجزار ان شاء الله العظام في النار ان شاء الله، هذايا زعما كتب بريه لاكراكم. ومن بعد يلقاو لك سبه يقول لك لي مارش هاد الناس اللي هم يمشيوا لي مارش. يا ودي روحوا ترقدوا، يا ودي روحوا ترقدوا، خلاص ماتت هذيك. الشباب الجزائري واعي ويقول لك ديغاجي روحوا، والثوره اللي كاينه في الجزائر نديروها كيما الثوره الفرنسيه في 1700 وكيما الثوره الايرانيه، كاشافي دير سا نحاو كاع الجذور تاع النظام القديم، كاع الجذور. هذه هي الثوره اللي يحب الثوره، والتجديد ليس التغيير، هذا هو الشعار. اذن الجزائر ان شاء الله تسقم بالشباب، ونقول لكم السلام عليكم يا خوتي، يا البروشين ان شاء الله.